أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور هاني البنا الباحث والمؤسس لمنظمة الألاحة الإسلامية بلندن، له أيادي بيضاء كبيرة في العالم الإسلامي أجمع. نرحب به ليس ضيفا وإنما صاحبا لهذا المكان، ونحن ضيوفا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما لديه من علم ومن تجربة شخصية. أهلا وسهلا بك دكتور. جزاكم الله خير. تفضل. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا جيت غازي عنتاب عشان اتواصل معكم، وانا بقى لي حوالي كم يوم هنا؟ ما بعرفش. اي ولا اي كلام؟ لا، كم يوم؟ ثلاثة. مش عارف، اربع ايام ولا خمس ايام، مش كده برضك؟ وطلبت ان انا اجي عشان اتكلم مع الشباب واتعلم منهم، فاهم؟ انت هتعلمني. كنت هتعلمني اقول لكم الشباب دول من العالم، فخليك واعي وصاحي. انا مش جاي عشان ادي محاضره، انا جاي عشان ايه؟ جاي عشان ايه؟ اتعلم معايا؟ جاي عشان اتعلم. طبعا في حاجات كتير هم كتبوا المحاضره، دول الشباب في بناء المجتمعات، ودول الشباب على حسب ما انت عملت الاعلان. لكن انا هعمل حاجه هنا هو، وهقول لكم دوركم في بناء ايه؟ بناء المجتمع. خلاص؟ يعني ايه مجتمع؟ في الجمله دي في ثلاث حاجات: دور وبناء ومجتمع. دور وبناء ومجتمع. مش الشباب. هو الشباب. حد يقدر يعرف الشباب هم مين؟ من هم الشباب؟ هل الشباب فئة عمرية؟ أم الشباب فئة يمنية؟ أم الشباب فئة مجتمعية؟ أم الشباب فئة عرفية؟ أم الشباب فئة مهنية؟ مين هم الشباب؟ يعني إيه شباب؟ ما أنا مش جاي عشان حاضر، أنا جاي عشان أنا وأنتوا نعرف ونحاول نطلع شيء إحنا مقتنعين بيه، مش شيء المحاضر مقتنع بيه وقاعد بيدوه على الناس والناس تبقى نصها نايم ونصها هينام كده؟ يعني ايه شباب؟ مين يقدر يقص الشريط الاولاني؟ تعال اقف جنبي هنا. انت يلا. تمام، قص الشريط. يعني ايه شباب؟ الشباب هي فئه عمريه، هي فئه مجتمعيه عمريه ممكن تتراوح بين 14 و 26 27، لانه بعتبر 27 هو خط، يعني لو حد بيتواصل خط النضوج. يعني انا ميت دلوقتي، كلنا ميتين. انا ميت، يعني انا عديت 17 وعديت 15 وعديت 16. انا 27 هتموت بعد شويه. شو برضو علينا الصلاه والسلام. ده تعريف من تعريفات. مين تاني؟ انا اول شويه. تعال انت يا ابني، ايه الشباب معناه ايه؟ تعال اتكلم، انا عايزك تتكلم. انا فرحان بيك. ايش معنى الشباب؟ ده بترجم طبعا، انا بتكلم انجليزي وهو بيتكلم عربي. ايش معنى الشباب؟ ها؟ اتكلم. واجه المجتمع. ايش معنى الشباب؟ اي شيء قوله صح. عندهم كم سنه؟ بيعملوا ايه؟ بيلعبوا ايه؟ بياكلوا ايه؟ اللي 16 عمرهم بيكون 16، وال 20 لل 18 25. كويس، من 18 ل 20 25. كويس؟ يعني انا ايه؟
شباب هو الشباب تعريفه يعني الفتية لما ما بعد ال 18 او 17 الى ما شاء الله. يعني انا من الفتية وانت من الفتية، والشباب مش فقط فئة عمرية، الشباب فئة إيمانية تستطيع أن حتى ولو كان عمرك 90 سنة وسبعين سنة وثمانين سنة. في مثل جميل جدا أمامنا، مثل عمر المختار في ليبيا رحمة الله عليه، ومثل سيدنا أبو أيوب الأنصاري في إسطنبول رضي الله عنه. ما الذي حرك هذين الكبيرين في السن إلا شباب الإيمان في قلبهم، إلا شباب الإيمان أو من أكبرهم سنا. يبقى الإيمان هو الذي يعطي روح الشباب. يبقى الشباب قد تكون فئة عمرية لمن لا يفهم قيمة الإيمان في قلب الإنسان، أما من فهم قيمة الإيمان في قلب الإنسان فالشباب هو روح الإيمان المتغيرة المغيرة المجددة والمتجددة، والتي تستطيع أن تجدد وتبني المجتمعات. هي روح لا تنام، زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما حب يدعو بلال رضي الله عنه كان بيروح له بالمساف الآخر، يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في بعد الناس بتنام مش قادر ينام، لأن إيمانه بيجعله لا ينام، فيذهب إلى أبو بكر سيدنا بلال رضي الله عنه يدعوه وهو سيد قريش. وأبو بكر كان إيه؟ ما زال عبدا من عبيد قريش. ها؟ يبقى اتفقنا الشباب قد تكون فئة عمرية لمن يعني لا يدرك بعد الإيمان وقوة الإيمان وفعالية الإيمان في تجديد طاقة القلب التي يعني إيه؟ يعني أنا شاب، يعني إيه شاب؟ قادر على الزواج، قادر على الإنجاب، صح؟ سيدنا مين اللي أنجب وهو عمره كم سنة؟ سيدنا إبراهيم. وأنت اسمك إيه؟ أسامة. ها؟ أسامة. أسامة، كنت أنت من الصحابة؟ أنا زيد. أسامة زيد. مش أنت كنت ابن الرسول صلى الله عليه وسلم ده؟ تبني بس. خلاص ما أنا فاهم. ها؟ وسيدنا مين تاني؟ أبو سيدنا زكريا، أبو سيدنا سيدنا زكريا. أبو يحيى رضي الله عنه. ننظر للشباب عشان بس نحل أول مشكلة في الأربع كلمات هنا. الشباب أي حد فينا تتجدد إيمانه بطاقة تجعله يعمل أعمال معجزة إعجازية لا يستطيع أن يعملها الشباب. اتفقنا يا رجالة؟ اديني كده رأيك، يلا اعمل لي هاشتاج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني إيه دور؟ يعني ايه دور ان يكون لك دورا في المجتمع او في الحياه؟ فمين يقدر يجي؟ ما انت لازم، مش هي مش محاضره، اوعى تفتكر انها محاضره. انا عايز انت تعالى جنبي هنا يا حبيبي، كنت قصير عني كده ما طويل شويه. اتفضل دور يا احمد. اتفضل يا احمد، كلم الناس. انا مسافر. لا حضرتك ما انت من مصر. مصر. طيب كلمهم بقى، انت مصري بقى، مفيش واسطه عندنا. بس بيدور ان هو يكون واحد ليه مهمه معينه ان هو المفروض يأديها في حياته، يعني ما يكونش مجرد ان هو بدون اي دور يعني. كويس، ده كويس، جزاكم الله خير. هو بالبسيط كده ان انا دوري ان انا عندي مهمه في الحياه اديها. المهمه دي قد تكون في التعليم، قد تكون في الزراعه، قد تكون في الاجتماع، قد تكون في السياسه، قد تكون في الاقتصاد، قد تكون في الفن، قد تكون في الادب، قد تكون في الشعر، قد تكون في الدراما، كلها قد تكون في الـ في الـ في التجاره الى اخره الى اخره. يبقى انت عادي معاك عشان يكون لك دور في الشيء اللي انت متخصص فيه. في الشيء اللي انت متخصص فيه، ومفيش حد فينا يستطيع، يعني انا لا ارضى على نفسي، يعني او لا نرضى على انفسنا ان نعيش في الحياه بدون دور. والدور ايضا لابد ان يكون لي اثر ملموس في المجتمع اثناء حياتنا وبعد مماتنا. يعني بس مش بعمل اي حاجه لكن ملهاش اي اثر، فين اثر العمل اللي انت بتعمله؟
حتى ولو كان عمل نحن نعمل ده اللي هو لم القمامة من الشوارع. شفنا دور مش سهل. حتى لو كان عمل ده اننا ايه بقى بواب عشان احرس الحارس يعني احرس العمارة. ده دور دي اثر. ها فذلك الدور زي ما اتكلم اخونا ان هو مهمة في الحياة زائد اثر لينا واحنا احياء ثم اثر لينا بعد ان نترك هذه الدنيا. واضح يا شباب؟ يبقى احنا شباب لينا دور. يعني ايه كلمة بناء؟ دي الكلمة التالتة. كلمة بناء يعني ايه؟ شباب انا اعرفوا زي ما بقول لهم اللي احنا هنبني عليه مستقبل العالم كله. ها حد يطلع؟ يقول ها يعني ايه كلمة بناء؟ اتفضل. مع المصريين حاجة فين السوريين؟ لا ما فيش حاجة من هنا. بتقف هنا اشمعنى نقف هنا تحت النقطة دي؟ الدوري يكون تعالى يعني كلمهم ما تكلمنيش انا. انت بتوجه كلامك للموجودين. بناء قصدي انه ممكن يكون تكوين او ان هو تكوين مثلا مثلا كخطوة ورا خطوة مثلا او بناء بلاطة بلاطة مثلا او حاجة زي كده يعني. هي عملية مركبة. أنا مش عارف أحرك كلام أنا عمري ما قلته قبل كده بس هقوله عشان تقف جنبي وأنت أصغر مني وأنا حاطه عايز أطول عليك. هي عملية مركبة ومعقدة متسلسلة لكي نبني شيء أو نصنع شيء متكامل. يعني مثلا الأسرة الزواج اسمه بناء اللي بتبني بيه مجتمع. أول مجتمع في الوطن ده مجتمع الأسرة يا الزوج والزوجة والأطفال. فكلمة الأسرة ربك بتعرض عليها البناء المجتمعي الأول في داخل أي مجتمع. بناء الطرق والكباري بناء المجتمعات هو الشيء المركب متشابك اللي مستطيع أن نعيش من خلاله. كان في المدارس بناء العلم بناء الموسوعة العلمية الفكرية. في كل الأشياء دي كلها كلمة بناء هي كلمة إيجابية ضدها كلمة اسمها إيه؟ الهد. نقعد نبني في مجتمع قرون وقت بعض الناس يهدوه في أيام وفي ليالي. لكن علينا أن نكون بناة مجتمعات. يبقى يكون لنا دور يكون روح الإيمان بتاعتنا قوية شابة دائما وكون دائما ما نبني ما يهدمه أو يدمره الآخرين أو ما يفسده الآخرين. الإصلاح بناء، التعليم بناء، كل شيء في التجارة بناء. نبني اقتصاد. كيف نبني اقتصاد الوطن؟ نبني اقتصاد الوطن من كل مواطن داخل الوطن يكون له دور في أن ينتج شيء. العملية مش هيروح أستلف فلوس من دول أو من كذا، لا، العملية إن أنا هأنتج إيه عشان أبني اقتصاد وطني. ويبني بناء الاقتصاد يأتي من الأسواق الشعبية اللي أنتم بيسموها بازارات. يأتي من الأخوات اللي في البيوت بيعملوا أشياء ويبيعوها، ما عندهمش رأس مال. ها الأسرة ما عندهاش رأس مال خاصة لما يكون في لاجئين ونازحين وعايزين نخليهم يحولوا البطالة اللي عندهم دي إلى شيء ليه قيمة وتخرج الأسرة تخرج الأخت وزوجها وأولادها يعملوا شيء يبتدوا يبيعوه في السوق عشان تدور حركة لأشهر المال بتاعة الأسرة. يعني بدون 5000 ريال اسمها إيه؟ ليرة 10000 ليرة مش أكتر من كده. ال 10000 ليرة هتجيب لك طاولة تقعد بيها في بازار أو هتجيب لك كشك. لا يا دوبك باليوم بتخرج أنت بتبيع الحاجة اللي أنت أنتجتها. ولأن ده اللي أنتوا نجحتوا فيه فين؟ في أي دولة؟ لا غير تركيا مصر. تقدمتوا عن المصريين لأنكم رفضتم أنك تعيشوا عالة عن المجتمع، صح؟ رفضتم رفض تام. حتى لما كانت السلعة بخمسة مثلا جنيه وحد يلاقي الولد شكله جميل كده وبتاع ده ونضيف وبتاع ده قلت له خد 6 جنيه. لا يا عم هي 5 جنيه وخلاص. إن البناء هنا فيه كرامة، بناء كرامة الإنسان. تربى الولد الطفل ده على إيه؟ تبنى كرامته من الأم والأب. أنا مش جاي عشان أستخدم منك. بناء الوعي. بناء الأدب والثقافة والأخلاق والقيم. كل دي عمليات بنائية إيجابية داخل المجتمع. شكراً.
تحتبني فين بقى؟ أثبتكم؟ طيب وإذن النقطة الثالثة؟ النقطة الرابعة هي مجتمع. يعني إيه مجتمع؟ أنتوا عارفين الكلام كله. طب ما تقوم إن هو ده مفيش حتى إن أنتوا مش جايين هنا عشان تحطوا. تعالى يا ابني أنت، أنت ما تكلمنيش. لا أنا مريض. إيه؟ مريض. فضل طاحة. فضل طاحة. طيب خلاص تعالى اللي جنبه. أنت مريض أنت كمان؟ لا. حسين البطل؟ نعم البطل ده. يلا انفخ انفخ انفخ. يعني ايه مجتمع؟ هو المجتمع اللي مجتمعنا احنا اللي عايشين فيه. يعني ايه تعرف مجتمع؟ هو المجتمع يعني ما انا عارف ان هو مجتمع. شو مكون؟ مجموعة من المجتمع. انت تكلم مالكش دعوة بيهم، انت عارف بس انت قول. مجموعة من البشر. ها؟ هو ها مجموعة من البشر، مجموعة من المجتمع اللي عايشين فيه. بس يعني هو ما بنعرف حتى اني اقدر اعرف المجتمع يعني ايه مجتمع. يلا يا شباب تعال انت. ايوه انت اللي ورا، شفتك انت حاطط ايدك على راسك. لا انت 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 تخيل انت تعال اقف جنبك بس يلا. وانت بسم الله ما شاء الله الدنيا حر بردك، فعشان كده انت قالع هدومك. شفت الدنيا حر بردك ازاي؟ يعني ايه مجتمع؟ تعال هنا اقف جنبي. ايوه كده. ايوه انت اقف تعال كده عشان التلفزيون بيصورك. يعني ايه تعريف مجتمع؟ مجتمع يعني كون من افراد وعدد عدد كبير من الافراد. ايوه كويس. افراد ايه تاني؟ مؤسسات. ايه تاني؟ انت محتاج كفرد محتاج ايه في المجتمع عشان تعيش معاه؟ دكتور. حيوانات، طيور، لا حشرات. مش محتاج حفظ حشرات؟ المجتمع هي مجموعة من المكونات والكائنات بتعيش مع بعض بيقودها، قد يقودها إنسان، قد يكون في مجتمع لقطعان البقر وقطعان الجاموس وقطعان القرفاء كل الطيور إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فده المجتمع. يبقى إحنا دلوقتي هنشوف دور الشباب في بناء إيه؟ مجتمع. ومجتمع فيه مكونات كثيرة جدا. تعال تعال انت اسمك ايه؟ تعال من هالي بس عشان تبلا يطلع فيه. اطلع اوكي لو قدام التلفزيون خليك واقف. تمام؟ بعدين يصيروا عيلة. ايوه بعدين يصيروا حارة. ايوه مظبوط مظبوط كمل. بعدين يصيروا حارة بعدين يصيروا ايه؟ مش تمام شحي باقي اللي هو الاراضي والكذا وكذا وكذا الى اخره. شكرا. يبقى احنا اليوم هنتكلم عن ايه دورنا احنا في بناء المجتمع. هو دور ايجابي الوطن وقيمة المجتمع، ودور بالنسبة لنا احنا مهمة. ها واحنا كلنا شباب. واضح يا شباب؟ ها اتفقنا؟ نمشي؟ فين البتاع اللي بيمسحوا بيها دي؟ خلاص. في حاجة في ايدي احنا راحت. هنا مجتمعات الشتاء. نقطة البداية. لازم أبدأ. اتفضل عشان ما أتكلمش. بعدين حضرتك تيجي بعد كده. اسمك إيه؟ اسمي عمر. عمر بسم الله ما شاء الله. وأنت برضك قصير ها؟ كثير. طيب. كثير يعني. تعالى هنا عمر. عشان التلفزيون بس. خذ يا عمر. نقطة البداية لبناء مجتمع تكون البداية من نفسي ثم أهلي ثم أقاربي. النقطة دي هتخلينا نستطيع ان نضع رؤية اذا نكتب مجتمع نبني مجتمع ولو كان المجتمع ده ايه صغير. اتفضل. هو قال كنت اول اصلا. تاني يقول حاجة تانية؟ بعد ما انا اتعرفت على دول هعمل ايه بقى؟ اتعرف على ناس مثلا جدد، احاول انه مثلا يعني انه يمشيهم يعني هيك.
طيب أقاربي وبعدين هنا الجيران والحاجات دي كلها يلا يعني خلاص أربعة. طيب إيه تاني؟ كيف أبني مجتمع؟ دي أول لسه نحن نعيش على ظهر هذه القطعة ولو بعد 2000 و3000 سنة. إن ربنا يعلم إن هذه الرقعة دي بس. هذه الرقعة سنة زيرو فيها 50 واحد. لكن سنة 2000 فيها 50 مليون. وسنة 3000 فيها 200 مليون. مين يعرف الحاجات دي؟ اللي خلقنا. فحذاري اننا نقول ان احنا فقراء او ارضنا ما فيهاش خير. لكن سنة زيرو ما كانش عندنا امكانية نكتشف اي شيء. ما عندناش العلم. سنة 2000 اكتشفنا. طالما ما فيش فساد يبقى اللي داخل الارض دي اللي بيطلع من الارض دي هيكفي لينا احنا كلنا. سنه 3000 كلما ارتقينا بالمعرفه العلميه كلما اكتشفنا مقدرات مجتمعنا. في بلد اسمها الصومال صح؟ فيها مقدرات غير عاديه. مش بس المحيط لا غير عاديه. من غاز وبترول. مين اللي بيكتشفها؟ ناس ما هماش من اهل الصومال. لكن ربنا لما خلق الصومال وغير الصومال عارف ان في سنه 3000 هيعيش 200 300 500 مليون. فهو من سنه زيرو حاط لهم مقدرات ل 500 مليون دول. لكن احنا لاننا جهلاء بالمعرفه المجتمعيه، جهلاء بالعلم، جهلاء بمقدراتنا، ومتعاركين مع بعضنا، وعندنا شيء من الفساد، فنسينا ان الارض اجمل واغلى من قطعه في الارض هي بلدنا وهي ارضنا وهو مناخنا اللي هو المخلوقات اللي ربنا يسرها علشان تعيش عندنا. كل دي موارد. فحذار ان حد يجي يقنعك ويقول لك انك بلدك فقيره. يا عم انت خلاص بقى انت فقير بس خد القرشين دول وارصد. ربنا ما خلقش ادم اللي هو خليفه في الارض علشان يفقره او عشان يعذبه. ويعلم الله سبحانه وتعالى في علمه اللدني ان بعد 1000 و2000 و3000 سنة هيعيش على المنطقه دي ملايين ملايين البشر. بس لابد بالعلم ولابد بمحاربه الفساد والمفسدين والافساد اننا نحافظ على هذه المقدرات ونكتشف هذه المقدرات ونوزع خير هذه المقدرات على ابناء الشعب فنشركهم كلهم في الخير بتاع الوطن بتاعنا. واضح؟ يبقى احنا دي كلها معرفات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم او اول ايه في القران الكريم كان اولها ايه؟ كلمه. هنقرا معناها ان عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ عشان مش متعلم؟ لا، اقرا هو فهم معرفي لموسوعه التعلم ورفع الوعي في كافه مناحي الحياه. الايه الثانيه بتتكلم عن الوعي هي قالت ولا يحض على طعام المسكين. اقرا اللي هي اول كلمه ولا يحض. لا يحض دي اللي ايه؟ اللي هي رفع وعي بحاجه المسكين اللي هي اصبحت في كفه اليمين. الذي يكذب بالدين هو مين؟ الذي لا يحض على طعام المسكين. يعني هنا التهذيب بالدين وهنا رفع الوعي بحاجه المسكين. ورفع الوعي بعدم تعامل مع اليتيم تعامل سيء. يبقى في آية نتكلم في اقرا اللي هو التعلم المعرفي الموسوعي لعلوم الحياة كافة، سواء كانت علوم شرعية أو علوم غير شرعية. ويحطوا اللي هي الوعي. والوعي هنا أقوى من الذكاء وأقوى من الصدقة وأقوى من الشهادة اللي احنا خدناها من جامعة أي جامعة من جامعات العالم. ممكن أكون أنا دكتور وأستاذ ومتخصص لكن في الوعي الحمار أوعى مني بدوره في الحياة.
الجاموسة والبقرة أوعى مني ودورها في الحياة، لأنها عارفة إن دورها في الحياة إنها تخدم الإنسان. ربنا كلفها تديني اللبن، تديني اللحم، تديني الجلد، تديني العظم، تديني كل شيء، عارفة إيه ما بدورها، أنا أكمل وجه. لكن أنا أبو الدكتوراه وأنا أبو العلوم دي كبرت وكذا وكذا، لكن مش لا أعي ما يريده المجتمع مني. بل هم أنعام بل هم أضل. أنا مش عارف دوره في الحياة ومش عارف دورها في الحياة. يبقى احنا بنتكلم إن هو اتكلمنا نشوف ده كل ده بناء معرفي. الفرق ما بين الأمة التي تعلم وتعرف وتعي والأمة التي لا تعلم ولا تعرف ولا تعي هو التقدم والتأخر، هو الفساد، واللي هو بنسميه دلوقتي ايه الشورى والديمقراطية إلى آخره، والبناء والهدم، هو الوحدة والصراعات، هو الانتماء وعدم الانتماء. أنا مش عارف عندي ايه وانت تحت رجليك في ذهب، تحت رجليك في ضد فضة، في يورانيوم، في كذا في كذا في كذا الى اخره. طبعا دي بعض الاشياء اللي احنا بنتكلم عليها علشان تكون بالنسبه لنا اول شيء نعرفه في بناء المجتمع. في حاجه ثانيه يا شباب نحطها؟ اتفضل. معرفه الاهداف اللي انا اريد ان انا اذهب ما الاهداف، اكتب الاهداف. ليه؟ لا انا ببني مجتمع ليه؟ هل انا ببني مجتمع عشان اريح الناس، عشان اخدم الناس، عشان اساعد الناس، ها، عشان احافظ على قيمي وعقيدتي، عشان احافظ على ثقافتي وتاريخي، ولا ببني مجتمع عشان ابقى انا الرئيس، ابن الرئيس، ابن الرئيسه ومنتهى الرؤساء؟ الرؤساء ولا ايه؟ مش الرؤساء باللغه العربيه؟ رؤساء. مفيش رؤساء. ربما لاحقا. هاتيك لاحقا ان شاء الله. في الجيل القادم يعني، سنه 3000 ها؟ ان شاء الله. هنتكلم كده كلام ما حصلش قبل كده. فأنا إيه نيتي؟ فبناء المجتمع في نية. معايا؟ بناء المجتمع في إيه؟ في نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح يا شباب؟ يبقى إحنا بناء المجتمع سهل وصعب. سهل لأن خطواته معروفة، وصعب لأنه إنك بتنحني فيه من أجل خدمة أي مكون مجتمعي داخل المجتمع. كمجتمع يعني الطيور زي المياه زي الجبال زي المناخ زي البشر زي الحيوانات زي الطيور، دول جايبين بيخدمونا. كل هذه المخلوقات بتخدم مين؟ الانسان. فانت لابد انك تخدمها عشان تبقي على حسن خدمتها لك. واضح؟ الكلام واضح ولا مش واضح؟ قوله. انا والله ما انا حافظه، بس انا بتكلم معاك انت يعني بصيت لي بصه كده فطلعت اللي عندي. ما طلع عندي زي لو عارف معانا. انت قول لي كلمتين كده وانت قاعد معايا بس. طب وانا معاك خلاص. في حاجه ثانيه بالنسبه لايه؟ احنا نضع خريطه كيف نبني المجتمع. اهم شيء في بناء المجتمع اللي هو المعرفه، كله هيتلخص ايه؟ في المعرفه. بتتحول الى وعي، والوعي بيتحول لاهداف. ادوك حط لي كلها هنا، دي كلها البناء المعرفي اللي هو ده كله وغيره، ده وغيره تزيد عليه زي ما انت عايز. وبعدين تنتقل من المعرفه للوعي. في ناس اوعى، في ناس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، لكنهم اوعى ممن تخرج من الجامعات واخذ الدكتوراه زي ما احنا قلنا، لانهم انفتحوا على المعرفه بقلب سليم، لم يتعلموا من اجل التكسب فقط، لكن انفتحوا على المعرفة فربنا فتح عليهم. فتلاقي قاعد معاك بيتكلم في أشياء الدكتور الكبير ده اللي جاي من الجامعة مش فاهمها، يقول له اسكت انت ما تفهمش، لو تفرض ده المجالس، لأنه مش خارج من الجامعة، مش عندوش دكتوراه وما عندوش كذا وما عندوش كذا، لكنه عنده معرفة مجتمعية أكتر مني ومنكم. واضح يا شباب؟ طب ده دي نمرة واحد واثنين وثلاثة. انتوا خلاص عملتوا ايه؟ شفتوها؟ نمسحها؟ طيب امسح دي بقى عشان نكمل. ايه تاني غير بناء المعرفي والوعي والاهداف؟ بناء الكيفية، صح؟ ازاي انا هكون عندي القدرة على بناء المجتمع؟ ما
ما لما اجيب واحد يبني عمارة هجيب واحد دكتور امراض نساء ولادة؟ ولا طبيب خالص. اه اجيب مين؟ مهندس. يبقى الكيفية مهمة، والكيفية بتأتي بعد الايه؟ المعرفة. يبقى الكيفية حد المجتمع ازاي؟ في اشياء سياسية، في اشياء اقتصادية، في اشياء اجتماعية، في اشياء علمية، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. انا بعمل دلوقتي ايه؟ ببني البيت اللي بسميه المجتمع. ادي المجتمع اهو. ادي البيت اهو اللي احنا هنسميه مجتمع. في كل المكونات اللي تطلع البيت ده. مين هيعملها؟ ناس تكون فاهمة البناء المجتمع عايز ايه مننا؟ اقتصاد، سياسة، اجتماع، تاريخ، صناعة، مؤسسات حكومة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. زي ما أنت بتجيب الراجل هنا المهندس بيقول لك أنا عايز الأساس اللي هو في الحديد وفي الرمل وفي الزلط وفي الأسمنت وفي بعد كده هو العواميد وفي بعد كده الحيطان الحوائط اللي بنتكلم عنها وفي بعد كده الغرف. كل غرف محتاجة كذا وكذا وكذا. فده بناء. لما نبني بيوتنا بنبني المجتمع. فلو الكيفية كيفية تكوينية. تكوينية كذلك. يعني كل المكونات دي دور كل مخلوق معانا في المجتمع. علشان كده ما تجيش تجور على دور حيوان من الحيوانات. او طير من الطيور. لو بيؤدي دور انت مش عارف. دي الكيفية والوعي والأهداف والبناء. في حاجة ثانية يا شباب؟ في حاجة ثانية؟ متغيرات ممكن؟ متغيرات اكتب. متغيرات. يعني ايه متغيرات؟ وهل المتغيرات دي ثوابت؟ ولا مش ثوابت؟ ها؟ منها ثوابت. المتغيرات ما هي ثوابت. طيب حتى انا عندي رأي تاني. الثابت هو المتغير. الثابت هو المتغير. هو اسمه متغير. ايوه تفضل رد عليه بقى. تعال انت اقف جنبي عشان نحصل فيه بينكم نقاش. حسين حبيبي. حسين خلي بالك من عمه يا حسين. بيقول لك الثابت هو المتغير وانت بتقول ايه؟ هو المتغير يعني بيتغير يعني. طب انت ليه بتقول الثابت هو المتغير؟ يعني الاصل في هذا الكون ان كل شيء فيه متغير. الا الثابت الوحيد وهو الاوحد والله عز وجل. ما سوى ذلك فهو متغير. بيقول لك الاصل ان كل شيء بيتغير. تعال انت اقف جنبي هنا. اقف هنا فوق هنا. انت لما اتولدت كان شكلك ايه؟ فاكر؟ لا مش فاكر. ها؟ مش فاكر. أول ما ولدت؟ ها؟ لا مش فاكر. بعد ما تولدت فاكر شكلك؟ نعم. شكلك إيه؟ يعني صغير. تعالوا أنتوا الاثنين، واحد فيكم أو أنتوا الاثنين، تعالوا. حمزة. أي حمزة. تعالوا حمزة يلا حمزة أنتوا الاثنين يلا تعال. طيب. أدي سن عمري. لا 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 أنا أتحدث معك يا أستاذ حمزة. أدي سن. من الأعمار ولا سن آخر؟ بعد 10 سنين هيبقى شكلهم إيه؟ يعني طول أو أطول. شفت بقى؟ يبقى هما متغير. ها؟ يبقى هو الكلام اللي بيقوله إيه صح ولا غلط؟ هو مش ثابت هو متغير. ما هو قال إيه؟ قولها تاني أنت كده. الثابت هو المتغير. يعني الثابت في الحياة هو عملية التغيير. خد بالك؟ فحمزة عندك كام سنة؟ 17 27 12 ها؟ لا ده اسمه 13 مش عارف سنه انا عارف. وانت عندك كم سنه؟ 13. وانت عندك كم سنه؟ 15. فشوف هم من مكان لسه اطفال صغيرين نموهم اسمه تغير. ده ما اخونا بيتكلم في التعليم بتاعه. والثابت في الحياه متغير. في ربيع وفي صيف وفي خريف وكل فصل من الفصول دي ايه؟ مناخ. كل فصل في الفصول دي ثمار وفي طفوله شباب واحنا بنعدي في كل المراحل دي.
قبلت؟ يبقى الاصل في الحياه اللي هو متغير، وانا بتكلم عن متغيرات هنا. فلا بد احنا كابناء الوطن نعلم ان المتغيرات دي ثوابت، سواء كانت في الفكر او في العقيده او في الثقافه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في زي ما احنا دلوقتي بعد الثوره بتاعت السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي اصبحت الثقافه مختلفه 180 درجه، صح؟ قبل كده لما زرع التلفزيون في اخر الخمسينات في منطقه المنطقه العربيه كان الناس بتعتمد على ايه؟ على المذياع اللي هو الراديو، كانوا بيتخيلوا من القصص والحواديت اللي بتعمل دي حصوت الميه وصوت حصان بيجري والبطل عمل ايه وشهرزاد وشهريار وكذا. لكن بعد كده فكان الافق بتاع التخيل واسع جدا. لما جه التلفزيون الافق بدا ينكمش، لما جت التواصل الاجتماعي الافق انكمش وتشتت. شوف التغير ماشي ازاي؟ واخد بالك؟ انت موافق معاه؟ طيب جزاك الله خير. شكرا يا استاذ حمزه. اراك بعد 10 سنين وانت متغير 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 تغير. انت متغير وتغير. مظبوط؟ قول حاجه. بطل حمزه. يلا جزاكم الله خير. في اشياء ثانيه ممكن نحطها هنا؟ يبقى احنا اتكلمنا بناء الوعي المعرفي، بناء المعرفه، الوعي، الاهداف، الكيفيه التكوينيه، المتغيرات، في اي شيء ثاني؟ اتفضل. في نعم. اتفضل. انا جاي مش عشان اتكلم، انا جاي عشان افهم منكم انتوا عايزين ايه. والله فينا احنا نضيف التحديات. كويس، ممتاز. المخاطر اللي ممكن تواجهنا. طيب كويس. نفرض ان في حال بناء، انا فرضت اني بدي ابني بعض المواد ما كانت موجوده، صارت عقبه او شيء معين، صحيح التحديات ممكن نحطها نحن مبادله. انت قدامك التحديات دي. هي التحديات بنحطها عباره عن فرضيات ممكن تواجهنا وكيف فيني اتغلب عليها. طيب التحديات دي انت عرفت في داخل دي حتى اسماء الموارد بناء على التقييم او الشيء اللي انا حطيته. ايوه معي انا شو شيء مثلا صعب كيف فيني اتغلب عليه مع مين لازم امثل حتى. طيب يا شباب التحديات دي كيف نتخطى عقبه التحديات؟ حد يقول لنا؟ يعني هو التحدي ربما يكون داخلي او خارجي. ايوه اذا اتفقنا يعني انه ربما يكون التحدي خارج اطار المجتمع اللي انا ببني فيه او داخل المجتمع. التحدي يعني بناء على رفع الواقع اللي حضرتك تفضلت به، رفع الواقع اعرف ايه هي امكانياتي اللي عندي، ايه امكانياتي ان انا استطيع ان انا هذا التحدي ممكن يكون فرصه بالنسبه لي. يعني مثلا على سبيل المثال اللي حضرتك تذكر هنا موضوع التجنيس، موضوع الواقع التركي، قلنا موضوع اللغه ربما تحدي. نعم. اللغه، اختلاف اللغات، اختلاف الثقافه. نعم. ايضا تحدي. هو تحدي يولد شيء ايجابي. فيولد شيء ايجابي ان انا ابحث كيفيه التعامل مع هذا التحدي يصير الى فرصه او ان انا انتقل به. يعني انت كيف تتحول التحدي الى طاقه وليس الى طاقه سلبيه، طاقه ايجابيه وليس طاقه سلبيه. بعض الناس للاسف يعني بيعطيك انه شيء سلبي بيحاول قدر الامكان يحط طاقه لا انت طاقتك معنويه. طيب النقطه دي لازم اوقف ثاني بالك. ما هي الطاقة السلبية؟ ممكن نسميها ما هي الطاقة السلبية؟ اليأس. لا ما هي الطاقة السلبية؟ اليأس ده مخرج من الطاقة السلبية، ما هي الطاقة السلبية؟ نقطة الأفكار الخاطئة. غير كده. احتمال أشخاص إن عندهم فكر سلبي يأثر عليك يفضل لك. كويس، إيه هو يعني؟ جاي منين؟ هتفضل. هو عكس التطور اللي عم يحصل. كويس. يعني جاي لك منين؟ ما في هدف يا سلسة. ها؟ الشيطان. الشيطان. بين أيديهم. أنت عايز تقول إيه؟ بيقول من الخوف. من الخوف، والخوف جاي منين؟ بين أيديهم، من خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمالهم. لما أنت ترسم الصورة دي كلها، في شيء بيربطك. زي الشرنقة كده، فاكر الشرنقة بتاعت دوت القز بيربطك كده. ها؟ تلاقيك مكبل كده. وبعدين بعد كده لأحتنكنهم. يعني ايه احتنكنهم؟ يعني احتويهم او ان انا يعني اضعهم في فمي. وبعدين؟ خلاص يقذفهم بقى فين؟ مطعم يريد. اه في جهنم والعياذ بالله.
فالطاقة السلبية، عشان بس نرجع جماعة بتوع التنمية البشرية، ما تقوليش بقى في كيمياء وفيزياء وطبيعة، الطاقة السلبية هو الشيطان، لأن ده أصبحت مهمته. يعني شوف شوف جمال ربنا سبحانه وتعالى، لما احنا بنتكلم عن الديمقراطية وعلى الشورى وعلى اللين والرحمة بتاعت ربنا، الشيطان بيعصاه وبعدين بيتحدى ربنا. ها؟ يتحدى ربنا. اتفضل. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. الحساب بقى اللي كان بين الشيطان وربنا. وبعزتك لاغوينهم. ايوه اقول كده. بس هي الكلمه وبعزت وبعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني كويس. فبعزتك يعني ما زال، يعني بيقول ان ربنا عنده، استغفر الله العظيم، يعني عزتك لاغوينهم. يعني وظفت انا الغوايه. والتحدي. بعدين قال لهم كده في الحوار وربنا صبر عليه. قال له بقى ايه في الايه؟ الى يوم الدين. قال لا. انك من المنظرين الى يوم يبعثون. يبقى نفش يوم الدين. نعم. ربنا. فشوف ومع ذلك ربنا اصطبر على الشيطان في الحوار اللي بيقول له انا كافر بادم وابناء ادم وانا بتحداك يا ربنا. اسجد له وخلقتني من نار وخلقتها من طين. في التحدي. فربنا يعني بعلمه بعلمه وسع كفر الشيطان وسمح له، مش سمح له بس وما منزلش في القرآن، سمح له وأصبحت آيات في القرآن تقول لنا كيف أن ربنا سبحانه وتعالى في الحوار مع مخلوق هو خلقه. خلقه يعني مين اللي خلق الشيطان؟ الله سبحانه وتعالى. خلقه من لا شيء يستوعب كفره البواح لله سبحانه وتعالى. وزوده بالأدوات. وخلاص سوى. حتى زوده. شفت بقى؟ هم ننظر لمثل هذه الأشياء. بنيجي لأن المجتمع في شياطين معانا. في اللي هيجوا يعملوا لك الطاقة السلبية دي ويثبطوك. يا عم أنت رايح فين؟ دي خربانة خربانة، دي متنيلة على عينها. صح؟ انت تقول بقى ابعد يا شيطان. في اغنيه كده بتقول لك ابعد يا شيطان، مش عارف مين كان بيغنيها دي. ما عندكم سيده ليلى مراد؟ اخدها جايه منين؟ شكل مصري ده ولا ايه؟ ابدا ابدا. حرام يعني؟ لا لا لا. ما تقول بقى اعوذ بالله من الشيطان. من عندكم؟ من سوريا ولا من الشام؟ بنعرفها. من عندكم؟ من عندكم؟ مش ليلى مراد. لا لا واحده ثانيه، لانه جايب الاسم غلط. اسمها فايز احمد. ايوه نعم. فايز احمد اما سوريه او فلسطينيه. فايز احمد تقريبا لبنانيه. يا عم كنتوا كلكم حته واحده زمان. نعم صحيح. خدنا ان شاء الله نرجع تاني ان شاء الله. فهو اخطر حاجه، عشان بس نرجع لكلمه اللي هو الطاقه السلبيه دي، الشيطان. انا كان ليا بنت في الهند، فالراجل في احد اللي هم بيسموهم ايه دول، اللي هم الهندوس اللي بيكتشفوا الحاجات دي كلها، قال لها انت محاطه بالطاقه السلبيه. فلما جت تكلمني قلت لها مين الطاقه السلبيه؟ هو الشيطان. كل دول ما انت ماشي اعوذ بالله مش هنرجع. يعني كلمه اللي هو بين ايديكم، يعني هو لازق فيا كده ورايا وعن يميني وعن شمالي، سايبني ابدا مش سايبني. وبعدين بعد كده هو متمكن مني بيمضغني ويرميني قافل في جهنم والعياذ بالله. خلاص؟ في حاجات تانية بالنسبة للتحديات، فأوعى أن التحدي ده تسيبه تحدي دون أن تحوله إلى شيء إيجابي. في حاجة تانية نحطها، لأن أنتوا حاطين المجتمع مش أنا. طاقات. كل شيء أنت عايز تحطوه حطوه. خلاص؟ واضحة كده؟ في نقط تانية؟ الأخت عايز تقول حاجة؟ ما انت كل اللي موجودين دول كلهم، يعني انت في كفه والباقيين دول كلهم في كفه. الكلمه اللي هتقوليها هتقعدوا اللي قالوه كله دول، ليكون لك نصيب من الايه؟ من الراي، عشان تتبع السيده خديجه وام سلمه. مين اللي انقذ المسلمين من العذاب يوم الفتح في صلح الحديبيه؟ السيده ام سلمه. قالت له ايه؟ قال لها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هلك الناس. ايوه. فقالت له لماذا يا رسول الله؟ قال لقد عصوا أو لم ينفذوا أمري. فقالت له يا رسول الله اخرج وتحلل واذبح. أيوة. فإذا رأوك فعل. شفت بقى؟ فعل. مش
بسم الله ما شاء الله. يا ام سلمة، يا ام سلمة دي زوجتك ولا اختك؟ لا زميلتي. طب كويس يا ام سلمة، طلع الكلام اللي عندك يا ام سلمة. ها خلاص، في حاجه ثانيه نحطها؟ انا هرسم لكم رسمه او رسمتين دلوقتي عشان ايه نشيل بقى اللي هو بتاع 3000 سنه. احنا وصلنا 3000 سنه ولا لسه ما وصلناش؟ نقطة البداية عندنا بناء المعرفي والوعي. قبل أي شيء لا نسميه معرفة أو رفع الحاجة المجتمعية. أنا هعمل ده كده المجتمعي يا شباب. عندنا قضيه سوريه اللي عايز يصورها يصورها. طب العمل المجتمعي حصل كارثه في المجتمع، الكارثه دي بتخلي كل واحد فينا يهب يهب عشان يساعد، صح؟ في كارثه، في فيضان، في نزوح، في لجوء، في زلزال، في بركان، في كذا في كذا في كذا. دي شعور فطري حتى عند الحيوانات. لما بتشوف دلوقتي بعض الحيوانات في الافلام بتاعت الكوكب بيعملوا ايه؟ لما بيلاقوا مثلا جاموسه اتغيرت هيفترسها الاسد، بيجي كل قطيع الجاموس عليه، صح؟ فزع، فتجرأ الجاموس على الايه؟ على اسد اللي هو سيد الغاب، بدأ يقتله في سيد الغاب، ودي الفزعه الاولانيه. وده شيء فطري ربنا سبحانه وتعالى حطه في قلوب كل مخلوق من خلقه. خلاص؟ بعد كده هو بنستجيب بطريقه يعني عشوائيه او بطريقه فطريه. بعد كده هو بنجد ان احنا حبينا نعمل الخير. فانت فلاح مثلا، ساعه الحصاد بيطلع الاموال عشان يطلع الصدقات والزكوات، وانت برضك مراعي غنم، وانت صانع، وانت كذا وانت كذا، فبتطلع في المواسم اعمال خير، صح؟ وبعدين بنحول كل العمل اللي هو التقليدي ده الى عمل تقليدي كل سنه بنعمله. فكل سنه بنطلع زكاتنا في رمضان، او بنطلع صدقاتنا في رمضان، او بنطلع في اول محرم الى اخره الى اخره الى اخره. فاحنا ماشيين كده دون تنظيم، من الفزعه استجابه العمل الموسمي العمل التقليدي. بعد كده بقى عايزين ننظم ده، فنعمل له جمعيه عشان المجتمع دلوقتي ما ينفعش نشتغل فيه بدون جمعيات وبدون كيانات، اللي هي بنسميها ايه؟ المنظمه او الجمعيه او الى اخره. نختار مجموعه من الناس معانا، نسجل الفكره بتاعتنا ونحولها في الوزاره الى جمعيه. الجمعيه دي تكون على مستوى الاحياء، على مستوى المدن، على مستوى الشوارع، على مستوى الوطن، على مستوى العالم. جمعيه تكون متخصصه في الميه، في تربيه الحيوانات، في حقوق الانسان الى اخره الى اخره. شفت احنا ماشيين ازاي؟ من الفزعة الغير مدروسة لبداية العمل التنظيمي اللي هو الايه؟ اللي بيتعمل فيه اللي هي الجمعيات. بعد كده بنمتهن الحرفية، لأن داخل الجمعية دي في هياكل الجمعية بنحاول إننا نعمل مشاريع. المشاريع دي نحاول نعملها بطريقة فيها التزام، فيها قياس، فيها أثر. بعد كده هو الجمعية دي اللي هي اللي هو دي بيمتلكها الاعضاء. اعضاء الجمعيه في الحاره او في الشارع او في بعض الاحيان بتكون اسره اللي عامله الجمعيه. وبعدين بعد ما تكون حرفيه يعرفها المجتمع في مشاريع كثيره بنحاول نملك المجتمع عليها. هنا بيملكها اعضاء الجمعيه
هنا بيملكها المجتمع. فلذلك تكون مؤسسة حينما يمتلك المجتمع فكرة الجمعية وثقافة الجمعية وسياسات الجمعية، فيستطيع المجتمع أن يغذي الجمعية دي دائما. واضح يا شباب؟ واضح مش واضح؟ جماعة ما بين الفزعة والحرفية والمؤسسة ممكن يكون 30 سنة. ممكن يكون 30 سنة. عايز حاجة ولا؟ بعد كده هو المؤسسة دي بتكون هي اللي احنا بنسميها بعد كده هو يعني حد يجي يعرفني النقطة دي. أنا كتبت ليه كتبت كلمة صناعة هنا؟ يعني إيه صناعة وأنا بتكلم على عمل خيري وبتكلم على إيه غير عمل خيري؟ محبة أكل وشرب وأطفال إلى آخره إلى آخره. يعني إيه صناعة؟ إيش دخل الصناعة في حاجة زي كده؟ تحويل من حال إلى حال. تحويل من حال إلى حال. حضرتك تقصد المنتج؟ المنتج آه. نعم. اللي هو إيه؟ يعني أنا بعد كل هذا البناء تطوير عندي منتج. أيوة أيوة. ما عندي منتج صار كل البناء هذا بدون فايدة. آه. كلمة صناعة هنا يا إخوانا معناها إن أنا بنظر وأنا لسه في المرحلة دي ان انا عايز اخلي العمل الاجتماعي والعمل الخيري والعمل الانساني والعمل المجتمعي صناعه مجتمعيه. الصناعه دي فيها ايه لو بنتكلم فيها؟ فيها المهنيين الحرفيين المتخصصين، فيها المصانع، فيها الاسواق، فيها الباحثين، فيها كل المنتجات بتاعه الصناعه. لو احنا بنتكلم مثلا في الصناعات الزراعيه اهو اسمها الصناعات الزراعيه، حط تحتيها ايه بقى؟ اديني اي مثل صناعات زراعيه. اي صناعه من الصناعات الزراعيه؟ تراكتور مثلا. تراكتور ادي حاجه. ها؟ بيوت بلاستيكيه. ايه؟ بيوت بلاستيكيه. ها؟ سماد. البزار. ايه؟ السماد. السماد. ها؟ ها؟ الحصاد. الحصاد. الطيور. العمال. العمال. شوف الاسواق. ده بس في كلمة السيارات. ده بس في كلمة الزراعية. كل منتج زراعي دخلناه في آلية من الآليات دي كلها. فكلمة صناعة مجتمعية أنا بتكلم عليها ليه؟ لأن المجتمع يتدخل في مناحي كل سنتي أو كل شبر داخل المجتمع نفسه. كل شيء مجتمع. مجتمع في كل مكون. فإن أردت أن تخدم المجتمع لابد أن تنظر للمجتمع أنك تصنع صناعة مجتمعية تخدم كل مكون من مكونات المجتمع. ودي مسؤوليتك انت، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايتها. لذلك انا حطيت هنا صناعه وحطيت هنا فزعه، يعني ما بين العشوائيه والمؤسسيه. احتراف. شفت مش قد ايه؟ مسيره كبيره. مسيره كبيره. دي نمره واحد. طيب نمره اثنين، انا عايز الشباب الكبار مشوا، طيب نجيب الناس العواجيز بقى يتكلموا. دكتور بعد اذن حضرتك ممكن استفسار في هذه النقطه ولا عناية؟ يا سلام. يعني اذا مثلا محتاجين نخلي المجتمع يتبنى ويكون هو القائم بالصناعه لجمعيه من الجمعيات او مؤسسه من المؤسسات، تعال هنا عشان توجه سؤال للجمهور. يا جمهور ردوا عليه وانا اقعد شويه كده عشان رجلي اشد عليه. على سبيل المثال مثلا قول السؤال من الاول. يعني مثلا مؤسسه همه مثلا، عندي هدف ان انا اريد ان المجتمع هو اللي يقوم برعايه كل الخطوات اللي حضرتك قلتها. طيب بالنسبه همه تقوم على الشباب ورعايتهم كذا وكذا وكذا وكذا، كيف ان انا اوصل لهذا الرقم؟ ايوه انا كنت هتكلم فيه، بس انت ايه؟ انت فكرك سبق فكري. لا لا لا، اصبحت افكر وانا تابع للمفكرين. بسم الله. اللي انا كنت هكتبه هنا قريب من اللي اخويا اتكلم فيه، اللي هي من الفكره للحضاره. من الفكره للحضاره، واخد بالك؟ انت اسمك ايه؟ عمر. عمر. الاخت اسمها ايه؟ ام سلمه. خنساء. ها؟ خنساء. خنساء؟ اسمك خنساء؟ طب الاخت خنساء. الاخت الخنساء جات لها فكره تملكتها، يعني الفكره تملكت الخنساء. ما بتناميش انت بابا وماما، ما ماشيه كده مش بتبص، مش عارفه تنام، مش عارفه يعني ايه، لان في شيء هي بتفكر فيه 24 ساعه.
فكلمت عمر ومحمد وفاطمة إلى آخره علشان يؤمنوا بالفكرة بتاعت نفس الكلام اللي انتوا قلتوه، الأول أنا وبعدين أسرتي وبعدين أهلي وبعدين كذا وكذا وكذا. فالخنساء كونت فريق عمل صغير. أو طب نعمل إيه في الفكرة دي؟ نعمل فيها إيه؟ تعالوا نجربها على مستوى صغير. اوعى تبدا مشروعك على مستوى كبير، ما عندكش خبره، ما عندكش امكانيات، ما عندكش ايه اللي هو الاشخاص اللي هم هيعملوا بنفس الفكره بتاعتك. فالخنساء والخمسه او سته من الشباب اللي معاها عملوا ايه بعد ما اقتنعوا وامنوا بفكرتها؟ عملوا ايه هنا؟ قالوا طب نعمل ايه مشروع على مستوى ايه؟ على مستوى الحاضر. نعمل ايه؟ نعمل مشروع. عملوا المشروع. المشروع ده اديله ست اشهر او سنه فنجح. بس كانت خنساء وامها بيركزوا على ايه؟ على الفكره. الاصل انك عينك لا تغيب عن الفكره نفسها. عينك لا تغيب عن الفكره. بعد ما استمروا شويه لمده سنه او اكتر، او طب ننظم المشروع، هنعمل ننظم المشروع ازاي؟ نعمل له جمعيه. معايا اخ اللي سالت سؤال؟ نعم. يبقى هم حولوا المشروع لايه؟ لجمعيه. بعد ما خدوا التجربه المجتمعيه واصبح المجتمع يلمس مؤسستك اللي اتكلمت عنها دي، لو لم يلمس المجتمع اثار تاثيرها الايجابي في المجتمع مش هيتلف حولها. فالجمعيه دي كان هدفها انها تخدم ايه؟ مش تخدم الخنساء. خنساء جزاها الله خير ادتنا الفكره بتاعته، شكرا من اول السطر. حتى لو في مرحله من المراحل قلنا الخنساء خلاص دورها انتهى تمشي، ما هيش ابديه، ما هيش ابديه ازليه، لا خلاص الموضوع فكره وليس شيء، موضوع فكره وهتؤجر هي على من سن سنه حسنه فلو اجاه واجمع عليه ايام الدين، ومن سن في العكس سنه سيئه في كذا الى اخره. فالخنساء هتؤجر حتى لو لم تكن في الجمعيه، طالما استمرت الجمعيه بفكره مين؟ الخنساء. بس الاصل ايه؟ التحدي هنا ان احنا نكون مركزين على ايه؟ الفكره، على الفكره مش على الخنساء. الفكره دي انا اتكلمت قبل كده في الجمعيه في المثلث الثاني، بيمتلكها مجموعه من الناس اللي هم اعضاء على مستوى الحي او مستوى المدينه او مستوى كذا كذا كذا. ان ارادوا انهم يحولوها لمؤسسه ويبنوها ككيانات وكهياكل وكسياسات الى اخره، فيملكوها لمين بقى؟ زي ما انت بتتكلم كده، للمجتمع، فتتحول لمؤسسه. مشكلتنا احنا يا اخي الفاضل ايه؟ ان احنا ما عندناش القدره على اعطاء فكرتنا او جمعيتنا للمجتمع، ودائما ما نكون حريصين على تملكها حتى نخنقها. لانها الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الجمعيه، بتاعت الجماعه، بتاعت الحزب، بتاعت الفصيل، بتاعت القبيله، بتاعت العيله. فعمرها ما بتصل للمؤسسيه. اغلب المؤسسات الغربيه الكبيره تحولت لمؤسسات يملكها المجتمع. فبدل ما يكون انت عضويتك في جمعيتك 1000 عضو مشترك، يكون المجتمع هو اللي بيعطيك ابنائه اللي هم بالملايين. الوقف التركي بغض النظر، انا مش بتكلم عن مشروع دلوقتي. فبالتالي نرجع لايه؟ انك فتحت الباب على مصراعيه لفكره الخنساء اللي كانت في جمعيه واصبحت بعد كده هو المجتمع يدخل فيها. فقد يكون احسن من يدير هذه الفكره كمؤسسه واحد مش من جماعتك، واحد مش من عقيدتك، لان انت بتتكلم على ايه؟ على مجتمع. شوف هنا بتبقى صعبه ازاي؟ ما انا بقول لك صعبه. لذلك انا ليه المؤسسات الاوروبيه والامريكيه ليها قوه طاغيه؟ لانهم ما بيعتمدوش على فصيل واحد، في بعض المؤسسات بتعتمد على فصيل واحد، لكن لها ليست بقوه المؤسسات التي تعتمد على المجتمع وتملك كل فكرها المجتمع. واخد بالك؟ يعني اغلب الجامعات العريقه في العالم اللي ما بتتدخلش فيها الحكومات مؤسسات. صح؟ مؤسسات ولا لا؟ المؤسسات دي بتاخد من المجتمع اعظم واحسن من هو فيه. وبالك سواء من الطلبه او من الاساتذه او من المحاضرين الى اخره الى اخره.
احنا مشكلتنا بقى ايه؟ ان احنا بنيجي عند دور الجمعيه واعضاء الجمعيه وبنقف، حتى ولو كان عندنا اللي هو امكانيات المؤسسه اللي هي الامكانيات الماديه. واغلب مش هقول كل اغلب المؤسسات العربيه والمؤسسات العربيه وتاني يا ربي والاسلاميه واقفه في الحته بتاعت الجمعيه ومتلكلكه في الحرفيه، لكن القليل او النادر، عشان بس ما زعلش حد بيسمعني، النادر يكون وصل لفكر المؤسسه الذي يستطيع ان هو يتنازل عن كرسي العرش ويعطيه لك انت او اعطيها ايه لاخت ثانيه. لا ده بتاعنا، لا ده الحاج فلان، لا ما حدش يكلمه، ما حدش يكلمها، ولا انا غلطان؟ سيبك من المجتمع السوري دلوقتي اللي هو لسه بوليد العهد بالعمل المؤسسي المدني، لو انه كان بيعمل عمل مدني على مستوى فردي قبل كده. لا نحرم المجتمع السوري، ان كان في جمعيات في فتره ما وكان في كل الافراد على مستوى الحاره على مستوى الشارع كان بيقوموا بالحاجات دي كلها، لكن ما بس مش مو عمل مؤسسي او عمل ايه؟ جمعوي يعني. واخد بالك؟ خش في المنطقه العربيه وشوف في بعض الناس اللي قاعدين في الجمعيه بقالهم 20 و30 سنه. وبعدين؟ طب الشباب دي مين اللي هيعلمه؟ الشباب ده امتى؟ ها؟ امتى الشباب ده هيكون هو صاحب القياده؟ امتى الشباب ده هتسلمه انت الرايه؟ القياده؟ امتى الشباب ده هتعلمه يفكر؟ لا طبعا انهم ايه؟ بدر بيقولوا عليه ايه؟ انهم اهل بدر. خلاص يعني. بعد اهل بدر راح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشير وياخد رايهم من الصحابه سواء كانوا انصار او مهاجرين وينزل على رايهم، انت مين بقى؟ ومشكلتنا احنا في العمل المجتمعي المنظم ان احنا ما بنستغنيش عن قيادتنا ورئاستنا للجمعيه الى الابد. ما بنتحولش من الجمعيه اللي يمتلكها افراد الى مؤسسه اللي بيمتلكها المجتمع. لما بنوصل للمؤسسيه دي بقى ليه؟ لان المؤسسه هي جمعيه مكتمله الاركان، السياسات، العلاقات، الاموال، الهياكل، القدرات، الخبرات الى اخره. واخد بالك؟ بتاخد الفكره بقى اللي هي المؤسسه دي، بتاخد الفكره دي وتحولها الى ايه؟ ايه بقى هتحولها لايه؟ اكتب هنا ايه؟ خنساء اكتب هنا ايه في الفكره بتاعتك دي؟ تحول الفكره دي لايه؟ صناعه. صناعه، ها كمل. هي قريبة من كلمة فكرة. نتيجة؟ نتيجة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه القادر. أقول له قريبة من كلمة فكرة يقول لي إيه؟ نتيجة. تمام. النتيجة دي فيها فيه وكاف وريه. أقول لك ده أنا بغششك. أنا خنساء. معتقدات ومبادئ. يا دي الحمد. فكر. ولا قريبة. فكرة يبقى فكر. بالك؟ واغلب الفكر اللي بيجي لنا وراه مؤسسات. قد يكون في بعض المصلحين بيدعوا افكار لن تؤثر فينا على مستوى الاجيال ان لم يكن وراءها مؤسسات. وافراد. والفارق ما بين اثنين من الائمه الكبار، سيدنا ابو حنيفه النعمان رحمه الله عليه، في حاجه هنا دخان طالع من ورا ليش؟ اه طب مش حديقه يعني، واخد بالك؟ والليث بن سعد رحمه الله عليه. سيدنا ابو حنيفه عمل مدرسه من تلامذته، صح ولا غلط؟ نعم. تلامذته هم اللي احيوا الفقه واصبح الفقه بتاعه والطريقه بتاعته، فاصبح اسم الامام ايه؟ الاعظم او المعظم. صح ولا غلط؟ الامام الليث بن سعد كان استاذ مين؟ كان استاذ الامام ايوه الأستاذ أبو حنيفة. لا في مصر هو كان الشافعي. الشافعي كان أستاذ الإمام الشافعي. ولكن اندثر علمه. لماذا؟ ما في تلاميذ يوافقوا. أيوه. كان مشكلة الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه يعني إن هو كان غني وموسر، كلما يأتي له التلامذة يغدق عليهم بالمال والأكل ومجموعة من الأفاقين يجوا يقولوا الله، هم مش جايين عشان العلم. وجينا عشان ايه؟ الماما.
والعطايا اللي بدها له من الاسم بن سعد رحمه الله. فمات وهو اعلم من الامام الشافعي، لكن لم يذكره احد الا العلماء اللي يعرفوه، بالرغم ان هو ايه امام مصر اللي تعتبر اكبر دوله عربيه. دلوقتي بدا يكتشفوا علمه مره اخرى، وقصه اكتشاف المقام بتاعه انه كان مره من المرات اسمه كده منشد اسمه محمد الكحلاوي اللي هو بيقول لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، ده هو ماشي كده في بالليل في المنطقه بتاعت الامام الشافعي، لقى شباب قاعدين بيلعبوا كوتشينه ده الورق ده على قبر من القبور. قال لهم يا شباب مش حرام وبتاع ده وكذا، هو بيبص كده لقى كلمه مين؟ الليل. فاخذ الكلمه دي واصبحت دي قضيه حياته الى ان اقنع الازهر او الاوقاف عشان يعملوا له مقام ويبتدوا يعيدوا فقه الامام ليس بن سعد. يبقى ان هو لما نرجع مره اخرى بدون مؤسسه هياثر الفكر بتاعك على مستوى محلي. المؤسسه هنا ممكن تكون الطلبه او تكون المؤسسات الحديثه اللي هي الجامعات ومراكز الابحاث الى اخره الى اخره. الفكر ده بقى مين اللي هيتملكه في الاخر يا شباب؟ اللي هيتملكه المجتمع. بالك المجتمع هيؤمن بيه. الاسلام كفكره صح، والمسيحيه كفكره صح، تملكتها المجتمع وما زالت عايشه بعد الاف السنين صح. الشيوعيه كفكره هل امن بها المجتمع ولا فرضت على المجتمع؟ في خلال 70 80 سنه اندثرت. وغيرها من الافكار اللي المجتمع اللي نزلت على المجتمع سواء كان بمؤسسات او بافراد. يبقى هنا المجتمع لما هيتملك الفكره دي هيحولها الى ايه؟ الى ثقافه. هتلاقي الفكره بتاعت الثقافه الاسلاميه في الاكل، في الشرب، في اللباس، حتى في الاناشيد، حتى في الغنى، حتى في الرسومات، حتى موجوده لانها خارجه من ايمانك شخصيا انت بالفكره دي كلها. الثقافه دي المجتمع طالما متملك الفكره هيحولها الى ايه؟ ايه بعد الثقافه بنعمل ايه؟ نهضه تتصل بالثقافه دي وحضاره. شوفوا بقى عندي اخت خنساء في يوم ما في ليله ما في بلد ما في مكان ما ما نمتش صح ولا لا؟ بتقول يا هفكر لها دي ولا ايه؟ فتحولت الفكره بتاعتها من مجرد فكره الى نهضه وحضاره وثقافه بعد 100 سنه. اوعى تفتكر انك هتنقذ امه خلال سنه او اثنين او ثلاثه او خمسه. هي مسيره. مسيره ومسيره رعايه. الجيل الاول برعاها كبذره تصبح شجره. قد يصل حجم الشجره ده الى غابه. الجيل الثاني بيعملها موائل وغابات. الجيل الثالث بيزرعها في كل مكان في العالم. ويؤسس لها بناء على حاجة المجتمعات لها، وبناء على استيعاب المجتمعات لها، وبناء على شكل المجتمعات. يعني في الماضي كنا بنعتمد على الشخص، دلوقتي ما نعتمدش على الشخص، لأن بنعمل إيه؟ على مؤسسة. ها؟ ففكرتك يا أخت الخنساء هقابلك أنا سنة 2000، أنا سنة كام دلوقتي؟ 2100 والله؟ 3000 لا 3000 لسه صغيرة. نقابلك 2119 هنا في بازع التاب، وانت بتقول لنا كده اللي انت عملتيه في ال 100 سنه اللي فاتت دول، ونقعد بقى هتعتذرنا انت على القهوه وانت على ايه؟ ساعتها مش هيبقى فيها قهوه، مش فيش حاجه هتعتذرنا اي حاجه اي حاجه. ما لا قول لي حاجه اي حاجه بس ده شاي وانت ايه؟ هو قهوه انا شاي. طيب وانت ايه؟ كنافه. كنافه وانت ايه؟ الغدا عندك وانت ايه؟ ما بقاش ايه؟ المنام ان شاء الله. المنام ها؟ وانت ايه تاني؟ انت هتقعد ببلاش انت ما اتكلمتش انت غلط. ابو الحلو. ها؟ ابو الحلو. ابو الحلو خلاص. فبعد 100 سنه هنقابل خنساء علشان نشوف فكرتها، لو المجتمع تملكها وبناها هيحولها لكل هذه المسيره. انا كده خلصت الكلام وعايز كنتوا اطلعوا تتكلموا، ناقصنا قد ايه عشان نخلص؟ يعني ربع ساعة إن شاء الله. خلاص لو في أحد من الشباب يتكلم أو أحد من الشباب عايز يسأل سؤال إلى آخره. هو المغرب الساعة كام؟ يعني باقي ربع ساعة. طب مش مشكلة. أنا وأنا قاعد ماليش حاجة.
دارت الساعة 11 بالليل وما وريش أي شيء. يلا من عايز يتكلم يقول اقتراح جديد تفضل تعال تقول حاجة تعال تفضل. شفتك أنا بتهم همك كده. هي تعريف على الفكرة أحد أمك يقول الفكرة تنجح في إلى أركان. أيوه. الأول إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها. كويس. وتوفر الإخلاص في سبيلها. أيوه. وازدادت الحماس كلها وبني الاستعداد على التضحية بأجلها. جزاكم الله خير. ده هو ازاي نحافظ على الفكره والنيه. في حد ثاني عايز يقول كلمه؟ يا شباب تعالى يا اسمك ايه؟ حمزه. ما فيش ما ينفعش ما فيش. تعالى انت يا شباب انت. يلا يا شباب مين ثاني عايز يتكلم؟ مين ثاني عايز يتكلم؟ اتفضل. تعالى اقول لهم احنا كنا بنتكلم ايه في الصباح. انت لا انت شفت معنا في الصباح؟ انا شفتك في الصباح. لا جيت بالاخير. طيب تعال انت اسمك ايه؟ تعال انت خلاص انت او اللي وراك اي حد فيك يطلع. تعال هذا يا شاب. انت حلمك تعمل ايه علشان اهلك وعشان بلدك وعشان يعني نفسك؟ قول للناس اللي انت عايز تقوله. قوله تعالى جنبي. عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى لاعب كوره؟ عايز تبقى مدرس؟ وبعد امسك البتاع ده ارفعه جنب بقك عشان الناس تسمعك بره. ارفعه قول مدير شركه. مدير شركة كويس ممتاز. يعني لازم تخلص الدراسة فين؟ تدرس ايه؟ إدارة أعمال خلاص. وبعدين مدير شركة. شركة ايه؟ تعرف اسم الشركة ولا بس ده؟ كمبيوترات كويس. أهم شيء عندك حلم كبير أهو. عندك حلم أنت عايز تتعلم صناعة الكرة. هل هتدير شركة كمبيوترات ولا هتصنع كمبيوترات؟ لا هدير. هتدير البرامج يعني صح؟ أو بيع كمبيوترات بس؟ يعني ببيع كم وتشتري. تبيع وتشتري ممكن ان شاء الله. وتعلم كمل لما انت عارف حاجات حلوه. ارفع البتاع حط في بقك. يلا قول كويس. عنده حلم جميل عايز يبقى عنده شركه للكمبيوتر ويبقى فيها برامج وصيانه. شفت ما انت كويس يا ابني. ما انا قاعد بعيد دي كده ما بتتكلمش عشان تحمسنا. قابلك بعد كام سنة عشان تديني كمبيوتر ببلاش؟ ها؟ إن شاء الله. 50 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنين؟ 10 سنين. 10 سنين كده خلاص بقى وعد الوعد أهو. تقابل هنا في نفس المكان ولا نروح على إيه؟ على برا على القهوة. القهوة هنا اسمها إيه اللي عندكم دي؟ يعني أي شركة اسمها شركة قهوة؟ عندك العلبي وعندك القديم. شركتين. شركتين. عندك العلبي والقديم. نقلك على العلبي والقديم. على الغدا عند العلبي وعلى العشاء عند القديم. خلاص؟ ايه تاني يا شباب؟ اتفضل. احنا بناخد دلوقتي. بس سؤال. وانت صاحب السفارة. احنا لو الشباب يضيفوا شايف موجود ان شاء الله. سؤال صغير. قول للشباب اللي بيسمعوك دلوقتي في التلفزيون لو عايزين يشربوا معانا شاي وقهوة. اتفضل. سؤال صغير. احنا شباب خسرنا يعني بعض المقومات من اثر الحرب وهيك شيء. فشو دورنا مع انه معنا مقومات نستعد فيها؟ شو دورنا؟ شو الدور اللي لازم نعمله ضمن هالمجتمع اللي عايشين فيه واللي لازم يعني نحسن نفيد فيه المجتمع؟ طيب شكراكم الله خير. دي محاضره ثانيه. بسم الله ما شاء الله قاعدين العشاء احنا هنا. خد راحتك. طيب اللي عايز يجيب كوبايه شاي ولا حاجه ده انا مش عايز مش حاجه دلوقتي. خد بعدين. انت خارج من المنطقه دي والناس محبطه وفي دمار وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. خلاص لازم تحدد نفسك مشروع فكره تقوم بيها مهما كانت الظروف. وما تكبرش حجم الفكره دي والمشروع بحيث انها تكون هي احد الاسباب في فشل تنفيذها. يعني تبدا الهويده لما الرسول صلى الله عليه وسلم صدر الدعوة. مين اللي آمن بيه؟ طفل وامرأة ورجل.
13 سنة عدد الصحابة أو المؤمنين برسالة الرسول في مكة كانوا كام؟ أقل من 100 واحد أو 200 واحد كتير أوي. بعد كان 13 سنة دعوة، وهو المصطفى الرسول المؤيد الموحى إليه إلى آخره إلى آخره. لكن كان بيتكلم على نقطة واحدة فقط اللي هي التوحيد، صح ولا غلط؟ اللي هي الترغيب والترهيب، جنة ونار. في المرحلة ال 13 سنة دول صلى الله عليه وسلم هو في وسط المجتمع اللي كان فيه، كان عارف المجتمع ده فيه آلهة من البشر، صح؟ من العائلات وكذا وكذا وكذا. فما اتكلمش في أنظمة اقتصادية كبيرة، عشان يبتدي إيه؟ لأن عارف الحرب هتكون دروس، لأن هما لما رفضوا فكرة الإله هما رفضوا فكرة التشريع من سلطة أخرى غير سلطتهم. لأنهم كانوا يعتبروا من نفسهم أنهم هم الآلهة، أو بيقوموا بدور الآلهة، أو بيجيبوا حبة أصنام من البطاطس والعجوة والحاجات دي كلها وإيه ومشي الأمور ده معاه. هو ركز فقط على كلمة التوحيد والترغيب والترهيب، جنة ونار، لأنه ما كانش عنده أرض صلبة يقف عليها. لما حصل فيه خطورة على أتباعه أمرهم بإيه؟ بالهجرة، صح؟ اللي راح الحبشة وراح هنا وراح هنا إلى آخر. لما هو هاجر للمدينة اكتسب المركز الاجتماعي والأرض اللي يقف ما عليها، ومن خلالها يبتدي بقى يحقق أركان الفكرة اللي كان أخونا الشاب اللي جه قال لنا ده من اللي عرف الفكرة بتاعه، اللي قال لك الفكرة هي كذا وكذا 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 وكذا، حققها في المجتمع بالعدل، بالإنصاف، بالإخاء، بالبناء الاقتصادي، بالبناء جيش إلى آخره إلى آخره. إمتى؟ بعد ما انتقل من مكة إلى المدينة. حتى في مكة لم يرفع راية الجهاد، صح؟ فهذه الفترة لكن بيحافظ على مين؟ على أزرق. حتى في صلح الحديبية بالرغم أنه أصبح دولة صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمين لهم شبه مؤسسة وليدة النشأة، إلا أنه علشان يحقق السلام اللي هو كان ليه رؤية تختلف عن رؤية الصحابة في الوقت ده، لكي يحقق السلام ارتضى بأمور رآها بعض الصحابة أنها يعطي في إيه؟ الدنيا في دينه، صح؟ صلح الحديبية. مع ذلك الصحابة لم يكنوا مدركين أن هذا فتح. في السنتين دول بعد ما كان اللي رايحين في صلح الحديبية في العمرة كانوا 1400 و1300، اللي جم في فتح مكة بعدها بسنتين كانوا كام؟ الجيش لوحده، الجيش لوحده. وبعدين حجة الوداع كانوا كام؟ أكثر من 100. ليه؟ لأنه أعطى نفسه فرصة سنتين لكي يخاطب عقول من هم في أبناء القبائل في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية. فالتفوا الناس حول كيان، شفت بقى نرجع حتى حول كيان الناس زمان لما كان في الحرب ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلاف، بيجي هو يكلمه في موسم الحج يقولوا عليه الصابر والعياذ بالله، صح؟ فإن القبائل العربية لما تيجي وتحج وتمشي كده هو شخص مش عارفين هيروح منها فين، لكن لما انتقل المدينة وبنى الكيان ده اللي كان حتى في بدايته وأصبح يعني شبه دولة، أصبح الناس تأتيه من كل حد بالمصور. في خلال كم سنة مع من؟ مع خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد البشر، خلال منه مش أقل من 20-22 سنة. فبالتالي اللي انت بتتكلم عليه ده هو نفس التدرج. حصل ايه في الصحابة في العصر المكي؟ اللي اتقتل واللي اتشرد واللي اتعذب واللي اغتصب واللي صح ولا غلط؟ واخد بالك؟ بس كان لما السيدة اسمها ايه؟ أمنا سمية لما قتلوها وعمارة ياسر سيدنا ياسر رضي الله عنه كذلك، وسيدنا عدى عمار لما نطق بكلمة الكفر وقال له ما قبل ايه قلبي، قال له هو كما قال له انا عاد وعد مش قادر، يعني ما قالش بقى لا انت ازاي انت ضعيف وانت ما تنفعش وانت مش متربي وانت مش كذا، ها واداله على مين كده ولا طلع بره،
لا ضعيف، وكلنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم في القوة، وكلنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان، لا وكلنا زي عمر وزي أبو بكر ضعيف، مش قادر، مش قادر أتحمل العذاب، أمي اتقتلت وأبويا اتقتل وأنا معذب. يختلف عن سيدنا بلال رضي الله عنه اللي خلاص بقى في صخرة، علشان صنديد قريش اللي هو كان يعني كان هو عبد عنه عشان يخلص منه ويشتري الكبرياء وباعه، وكان نتن طبعا لانه كان المفروض يبيعه بخمسة درهم ولا خمسة دينار، لما لقى سيدنا ابو بكر قال اطلب اللي انت عايزه هم ضعف السعر، بس بكام سيدنا بلال فاكر؟ كم دينار؟ كان ثمنه كان عايز شيء 100 ولا 50؟ سيدنا بلال باعوه ازاي يعني عشان سيدنا ابو بكر يفك عيشه؟ نعم قمية بن خلف لما طلب فيه بيعه بدينار، فلما سيدنا ابو بكر زاد الى 100. شفت بقى؟ يعني كان عايز يخلص منه بس عشان ايه؟ يحافظ على ماء وجهه. خلاص تخلصت من هذا العبد القمي. فلما لقى ان فيها فلوس بقول لك يعني سيد نتن. قال لك لا اخذ في 100 دينار بقى ولا 200 دينار الى اخره. فكل المسيره دي كلها موجوده قدامنا. بس احنا المفروض لما نيجي نحولها لمجتمعنا الان نشوف حيثيات المجتمع اللي كان موجود هي فيها وحيثيات مجتمعنا احنا. متغيرات المجتمع اللي كانت فيها متغيرات المجتمع اللي احنا فيه. وانا احط نفسي كالمركز لهذه الفكره، زي ما احنا قلنا فكره الخنساء بعد 100 سنه بقت ايه؟ بقت الحضاره دي كلها. فلو انا تنازلت عن ايماني بفكرتي هتضيع. هتضيع. ولو انا حسيت ان انا الوحيد اللي هتملك الفكره هتضيع. لابد ان يلتف حول فكرتي من يؤمن بها من مجتمعي ومن المجتمعات الاخرى. وانتشر الاسلام كالريح بعد صلح الحديبيه. صح؟ عندك انت اضافه؟ جزاكم الله خير. عندك اضافه؟ بارك الله فيك. حتى انا عندي كلمه زياده او كذا او تفضل. عايز حد يتكلم؟ انت رحت فين وجيت فين؟ انا رحت هناك وجيت من هناك. انت برضك مصري؟ لا سوري. شكلك مصري عشان اصلع كده. وسرعه المصريين معروف بتبقى ماشي من ورا كده. يعني الناس بتشوفني من قفايا تقول ده فلان الفلاني زي البصمه كده مش شبابيه يعني، بس احط راسي كده على الحيطه يبقى البصمه عدت من هنا. مش كان في اغنيه بيقول لك فاتت جنبنا راسي فاتت جنبه. يلا لو انت مش اي اسئله او اي اضافه فبالنهايه انت بقى صاحب الامر بعد فضل الله سبحانه وتعالى ان انت تقول لهم ده وغيره علشان نبتدي نشوف نعمل عمل ايجابي للمجتمع بتاعنا. محددات كلها والثوابت المتغيره. اتفضل. انا خلصت كده. انت عشان في شاي وقهوه؟ اتفضل عشان تيجي هنا المذيعه منتظراك يعني. هلا هنا في مذيعه واقفه هنا. جزا الله الدكتور هاني على هذه المحاضره الحقيقه في اقل يعني من ساعتين، لكن كانت غنيه مفيده نافعه، لكن تحتاج منا ان ننطلق من النظر الى العمل. والحقيقه انا كنت يعني اود ان يكون هناك يعني افكار عمليه بما يجعل الشباب عمليين اكثر من الان. يعني نرى الان الحقيقه في بعد دكتور بعد 7 سنوات نرى النظر كثير، نرى الكلام كثير، ونرى الكثير من الشباب يدركون او يعرفون بعض الامور العمليه التي يجب ان تكون، لكن عندما ناتي الى العمل تراهم يعني مع الاسف متكاسلين متهاونين. يعني رساله بهذا الخصوص اخيره وان شاء الله نختم بعدها بعد ذلك. تفضل. انا بس هكتب لكم بعد كده. هو لو انتم عايزين تروحوا على اليوتيوب وعلى الانستغرام مش انستغرام حاجة انت هكتب، بس انت اختم بالدعاء وانا هكتب الحاجات دي. طيب نختم. تفضل. بارك الله فيك.
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا.